للحديث عن آخر تطورات ثورة تشرين معنا من باريس السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي. أستاذ أمير، بداية مرحبا بك. لماذا تستمر؟ أهلا بك أستاذ أمير. يعني القوات الحكومية والميليشيات استهدافها مستمر للمتظاهرين السلميين في بغداد منذ انطلاق التظاهرات إلى الآن، ليس فقط في العاصمة بل أيضا في المحافظات، رغم تصاعد الإدانات المحلية والإدانات الدولية على ارتكاب هذه الجرائم. لماذا هذا الاستمرار بالانتهاك من وجهة نظرك؟ من الطبيعي أن استمرار هذا الرد كرد فعل للانتفاضة العراقية هو يأتي من يعني ما يفكر به أو ما تفكر به الأحزاب الحاكمة، الأحزاب الطائفية، بأنها هي صاحبة الحق في البقاء، وأن الشعب هو الذي يعني على خطأ من هذا الموقف. إذن هي تحلم في أن تكون ضد الشعب والبقاء في يعني السلطة لحد يعني لسنين وسنين، مع العلم بأن العراقيون يعني أكثريتهم قد يعني سأموا هذه الحكومة وطالبوا من الأمم المتحدة، من العالم الحر، من المجتمع الدولي يعني أن يضع ثقله للخروج من المأزق الذي جاءت به هذه الأحزاب الطائفية، التي فشلت أولا في حكم العراق، وثانيا أظهرت عن وجهها الكالح الطائفي الذي قسم العراقيين ويعني وأبعد العراق عن محيطه العربي. طيب، ومحيطه الإنساني الذي كان يتمتع به سابقا. انظروا ما يحدث الآن، ليس هناك مدارس، ليس هناك مستشفيات، ولكن هناك سرقات من ثروات الشعب. هذه الحقيقة التي نمر بها الآن في العراق. نعم، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين رفضت ما يسمى مجلس الإنقاذ الوطني. من وجهة نظرك أستاذ أمير، ماذا يريد نوري المالكي من خلال هذه الخطوة أو هذا المجلس؟ هناك دلائل تثبت بأن النظام الطائفي يعني بأحسابه وبزعمائه يريدون أن يعني أن يضحكوا على ذقون العراقيين بذر الرماد بين حين وآخر، على أنهم يريدون أن يخرجوا العراق من الأزمة التي مرت به، مع العلم ان هي ان هذه الازمه هي بسبب هذه الاحزاب. ولكن ما عمل الان من يعني من وثيقه لقاد العراق، انا اعتقد لها معاني كبيره وكثيره ومتعدده. قد تكون هي جزء من الصراع الحاصل داخل الاحزاب الطائفيه، الصراع الموجود بين المالكي من جهه والصدر، اذا اخذنا بعين الاعتبار ان مقتدى الصدر قد وضع يده على العملية السياسية بعد مجيء علاوي، ونعرف بأن علاقات علاوي العائلية هي علاقات يعني متطورة وعميقة مع عائلة الصدر. إذن هناك نوع من الخلافات والصراعات الداخلية، وكما تعود بها العراقيون منذ 2003 هناك صراع يعني طائفي على السلطة. طيب، وإيران تحاول في خضم هذا الصراع، في خضم هذا الصراع، يعني تشكيل ما يسمى مجلس الإنقاذ الوطني خلال هذه المرحلة، ما مدى خطورته على ثورة تشرين؟ هو بالحقيقة يعني هو نوع من يعني العمل لإخماد الثورة العراقية. الثورة العراقية يعني لها مطالب واضحة، المطالب الواضحة هي بإسقاط النظام الطائفي الذي يمثله المالكي هو شخصيا. من قال ما ننطيها في ذلك الوقت هو المالكي. من يعني أثار الفتنة الطائفية في العراق هو السيد نوري المالكي. إذا الانتفاضة العراقية هي ضد وجود هذه الأحزاب، ومن ضمنها حزب الدعوة الذي جاء بالمالكي. إذا هي نوع من يعني وكما قلت ذر الرماد في العيون للانتفاض على الثورة، ومن ثم تصفيتها من الداخل عن طريق ما نراه الآن وعن طريق الميليشيات الموجودة في الساحات العراقية التي لا زالت تقتل العراقيين. طيب، وأمام كاميرات العالم. أستاذ أمير، يعني كيف تقيم دور الأمم المتحدة إزاء كل ما يجري في العراق من جرائم وانتهاكات على يد الميليشيات؟ لا شك أن مشكلة الأمم المتحدة يعني هي مشكلة يعني مشكلة خطيرة في العراق. إذا تكلمنا عن الأمم المتحدة يجب أن نتكلم عن شيء واحد، إن ما يريده العراقيون من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بصورة خاصة هو ليس الإطاحة بالنظام العراقي، ولكن
سحب الثقة عن هذا النظام الذي لا يريده العراقيون. إذن ما يريده العراقيون هو المساعدة على إنجاح ثورتهم، لأن من أهداف الأمم المتحدة هو تكوين السلام بين الشعوب وإعادة الهدوء إلى المنطقة. إذن الذي نطلبه الآن من الأمم المتحدة هو سحب الشرعية من النظام العراقي لإبداله بنظام شرعي حملت راياته الآلاف والآلاف من العراقيين في ساحات الانتفاض في بغداد وفي ساحات الجنوب ومدن الفرات الأوسط. إذن الأمم المتحدة لها دور عن طريق المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة ودول الغرب هو أن يسحبوا هذه الشرعية المزيفة التي أعطوها هم في 2003 لهذا النظام الطائفي الذي يقتل العراقيين أمام كاميرات العالم، ونراه بوضوح ويروه هم أيضا بوضوح على أنه نظام فاشل لا يمثل العراقيين بل يمثل إيران. بناء على ما ذكرتم من تحليل، هل يمكن تدويل قضية قمع التظاهرات في العراق؟ في الحقيقة إذا الغرب، إذا كانت مصالح الغرب مع المصالح الشعب العراقي، أنا في نظري من السهولة تدويل مشكلة العراق، لأنها مشكلة قد تنفع الطرفين، الطرف العراقي والطرف الدولي. ولكن أنا لحد الآن أعتقد بأن الولايات المتحدة بصورة خاصة والغرب بصورة عامة لا زالوا ينتظرون ولا زالوا يراوغون مع إيران من خلال العراق، ولا زالوا يعتقدون بأنهم سيكونوا في موقع جيد إذا لم يطردوا إيران في الوقت الحاضر، ولكن ينتظرون الفرصة لطرد إيران. إذن هناك بعض من المراوغة، وهذا خلافا لما ينتظره الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي قد أسيء إليه بدرجة أنه العراق مهدد بالانقسام إلى أقاليم وطوائف. من باريس السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي، نشكرك شكرا جزيلا.